تلاحظ انت الان قد تعطيك الدنيا شيء لكن ما تعطيك اياه الا بذل والشكل. يعني شا واحد قدامه فرص حياة عجيزة هذا فليشكر الله. واحد لا والله ما قدامه فرص حياة عجيزة يضطر وين يروح يدب ما يوجهه، او يروح مثلا احيانا يوصل يقوم يجور يمدح شخص حتى ينتفع منه، او يثني على جهة والجهة ما تستحق الثناء حتى يحصل من عدها، ويقول هذا واحد جاء الى واحد مدحه وما حصل شيء، تالي طلع فضاع مدحه وضاع تعبه وماكو نتيجة. فقال سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا ايدي القرود، فما ظفرت اناملنا بشيء صنعناه سوى